من اكتر المشاكل اللي بتواجهنا في التجميد ان الاكل شكله ولونه وطعمه بيتغير، وده بيبقى اسمه حروق التجميد. حروق التجميد بتحصل بسبب ان الاكل نفسه كخضار او لحوم بيبقى فيها نسبة، بتحتوي على نسبة من السوائل، فلما بتتحط في الفريزر بتبدأ تطلع بخار، والبخار مش بيلاقي له متنفس، فبالتالي بيتراكم على سطح الطعام ويغير شكله وكل الخواص بتاعته، وممكن كمان حجمه يتقلص، وده كمان مع الوقت بيبوظ التلاجة. احنا مع تابر وير جبنا لك الحل، علب الفريزر من تابر وير تصميمها مميز جدا، يسمح بمرور الهواء البارد للعلبة من جميع الاتجاهات، وتقدري كمان تفككيها بسرعة للاستخدام من غير ما تفقد اي خواص ولا طعم ولا لون ولا رائحة. العلب مرنة ضد الكسر طبعا، سهلة الفتح، بتسمح بخروج جزء بسيط من الهواء بالتصميم المربع. عملنا تجربة عملية مع السيدات بالمقارنة بالتجميد في الكيس بلاستيك وعلبة تبروير والعلب العادية، وطبعا بالتجربة وآراء السيدات لقينا ان تبروير هي اللي كسبت التحدي. شكرا تبروير.